هل سمعتم عن أحد أعظم الكتاب في تاريخ صناعة القصص المصورة؟ هل تعرفون من هو مؤلف معظم شخصيات شركة مارفل؟ هل خطر على بالكم من أين أتت مارفل بهذه الكمية من الشخصيات الضخمة العظيمة؟ هل تعرفون كيف في الأصل مارفل تجرأت لمنافسة دي سي؟ بالتأكيد ستعرفونه، إنه العظيم ستانلي، الشخصية المحبوبة لدى الأطفال ولدى الجميع. ستانلي أو باسمه الأصلي ستانلي مارتن ليبر، ولد في أواخر ديسمبر 1922 في نيويورك. هو كاتب أمريكي الأصل، اشتهر بأعماله العظيمة في شركة مارفل، والذي أنشأ وساعد في إنشاء المئات من الشخصيات والفرق التي أدت إلى إعلاء اسم مارفل عالميا. بعد تخرجه من المدرسة الثانوية في عمر 16، تم تعيينه كمساعد التحرير في شركة تايملي كوميكس، وتم ترقيته خلال عام. وبحلول ذلك الوقت بدأ في كتابة سيناريوهات القصص المصورة لتايملي باسم ستانلي، كان اسما مستعارا حتى أصبح في النهاية اسمه القانوني. في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين عانت شركة تايملي التي أصبحت فيما بعد باسم أطلس، ومن الناحية المادية وفي وقتها أنشأ ستانلي العديد من القصص المصورة، ومن أهمها The Witness الشاهد، The Destroyer المدمر، جاك فروست، بلاك مارفل، ستانلي الفنان العظيم، جاك كيربي. أنشأ فرقة المذهلون الأربعة أو فانتاستيك فور، جعلته هذه الفرقة هو وأطلس المعروف الآن باسم مارفل القوى الرئيسية في عالم الكوميكس. بعدها بسنة أنشأ هو والفنان ستيف ديتكو الشخصية المعروفة والمحبوبة لوقتها الحالي سبايدر مان. تبنى ستانلي وجاك كيربي وستيف ديتكو مسار أو سلسلة تعاونية مع بعضهم البعض تعرف باسم طريقة أو منهج مارفل. ساعدت شخصيات ستانلي في اقتحام هوليوود وإنتاج الكثير من الأفلام، من أهمها الثلاثية العظيمة لسبايدر مان، والتي بسببها للأسف في نوفمبر عام 2002 تم رفع قضية من ستانلي ضد مارفل بقيمة 10 ملايين دولار بسبب عدم حصوله على أي ربح في فيلم سبايدر مان الأول، وتم الحكم لصالحه بعد 3 سنوات. ستانلي هو الوحيد الذي نال احترام وتقدير الكون بأكمله، فلولا لما رأينا شيئا يسمى مارفل. ستانلي عاش حياة متكاملة تعم بالعظمة الأزلية. وبهذا أصدقائي انتهيت من شرح سيرة أعظم كاتب للكوميكس. ترقبوني مع الجديد في فقرة جديدة من السلسلات البيوغرافية، وداعا وشكرا لكم.